مشاهدي شرق نيوز نحن هنا امام مدخل ملعب بورتو اليغري الذي سيحتضن غدا مباراه المنتخب الوطني امام نظيره الكوري كل التحضيرات جاريه هنا لاستقبال المنتخبين واستقبال جماهير المنتخبين انصار المنتخب الوطني متواجدون بكثره هذه الايام في مدينه بورتو اليغري لمشاهده مباراه الخضر وكلهم عزم على ان يشاهدوا الخضر يحققون اول انتصار في هذه المنافسه بعثه شلوك تي الى البرازيل تحييكم